أنا بفهم إنه كل العالم ما تصدقني، بس أنت ما بتصدقني كمان. أنا مصدق. مصدق. شو هيدي الريحة؟ هيدي من كريستينا، كرمال تكون ريحتي حلوة. كريستينا اشترت لك برفان؟ ما حبيتيها؟ بشعة؟ في؟ ستاليا، أنا كان بدي أحكيك بموضوع بس برجع بعدين. لا مش مشكلة، قوليلي. بدي أحكيك بخصوص كريستينا. ما بتريح هالبنت؟ ليش؟ شو بهالبنت؟ عم بتضايق باسل بشيء أو عم بتضايقك إلك أنت؟ لا لا، يعني إنه غريب كتير كيف تقربت من باسل بهالسرعة وصارت تتصرف كأنه هي مسؤولة عنه وبتمون عليه. إنه مثلك يعني؟ مش أنت هيك مع باسل؟ ولا ما بدك حدا ياخد محلك؟ بالعكس، أنا بشوف إنه أنت لازم تكوني مبسوطة. هذا الشيء بيفرجي إنه هو عم يتحسن وصار عنده رفقات. ولا بدك يضلوا معلق فيك وبس؟ لا 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 أبداً، مش هيك قصدي أبداً. أنت إذا بتحبيه مزبوط لباسل وبتريدي مصلحته بتخليه يستقل عنك شوي، والأهم إنه لازم تكوني مبسوطة مش زعلانة. معك حق، مزبوط. شوفك بكرة بالإذن. شايف؟